فاح العبير ولاح برق في الدجى والنور عم وشاع في الأقطار والبدر هل وذاع في الأمصار والبدر هل وذاع في الأمصار وأتت لنا دار العلوم بهية يبدو سماها فوق كل منار قد فاض سيب نافع من طيها عذب فرات منهل الأغمار عذب فرات منهل الأغمار قدر الندى غيث هما بل صدى وبل صبا في منبت الأثمار شمس الضحى بدر الدجى برق سلا نجم بها سرحا بلا إضمار وأتت لنا دار العلوم بهية يبدو سناها فوق كل منار قد فاض سيب نافع من طيها عذب فرات منهل الأغمار عذب فرات منهل الأغمار رمز العلوم تناثرت لمعاته وتنير درب الطالب الأنبار يا راميا للعلم هاك جواهرا ونفائسا تحثو على إدرار وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا وحا شرف ومركز دار العلوم التعليمي زوزي أرتان كوكبة من القراء وقابنا يو فضيلة الشيخ المغري الشيخ يوسف محمد عبده مدير معهد الترتيل للإقراء والدراسات القرآنية حفظه الله ورعاه شيخ وحنكسو دولينا مركز دار العلوم وآه مركز لغو برتا علوم تشريع هذا قيبه هذا كالدوان قرآن كريم كا هي علوم تي دين تينا هي شرعينا حنيف كا أو كالدوان إنو كلمان النوجه ديو نتوجيهيو تخصص كاس قيمها بضان إلهي وسيي قرآن كا إن رجينا إنو يهي أهل الله وخاسته إنو أيضانا نقول وعي قليو نقول ندير قليو أنما قشيانا مركب الدم بيساء آيات من كتاب الله العزيز قرى ذي سائي قرآن كيسا نود الأخرية لأن قرآن كا أخرين تيساء يدقيسي سل بدا عبادي أجر ويان رحمة الله الوهلا يا سكينة إيو ملايك تا أو كسوا قيب قشميشا قرآن كالوه أخرين هاي مركب كوباد وحنفرنا إنا مقدمة ذي كور رئيس الشيخ هواه إنه ناقريو آيات من كتاب الله الطالب يحيى فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن
كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أدب ما سنهي أردغاس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه في منظومته قواعد الفقهية. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق النعم الواسعة الوزيرة الحكم البهيرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي آله وصحبه الأبرار الحائز مرات الفخار تلمود تأن أفضل المنان علما يزيل الشاك عنك والدرا ويكشف الحق للقلوب ويسر العتاء إلى المطلوب فاحرص على فهميك للقواعد جميعة المسائل الشوارد فتبتغي في العلم خير مبتقى وتغتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب آل العلم قد حصلتها المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر نية شرط العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدار للقبائح وإن تزعم عادة المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الشرع من نصوله التيسير في كل أمر له تحسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار وكل محظورين مع الضرورة بقدر ما تحتاجه ضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشاك لليقين. جزاكم الله خيرا وعرضي كتب لي كتب ترن ardada yahfidiya mukamidiya ayaa madoomo qawaadul fiqhiya sheekho garnaayo marka meeshan durus oo xalqaada oo ardada la xifdisiyo waxaan fahana ayay ku bartaan culuumta shariicada kala duwan marka qayb boodina iyo qayb kharis ka soo harsata labadaba way leeyihiin sheekhana ku soo dhawow insha Allah kelimada markaskaadi iyo dadkaadi ehelkaadi u soo dhawow barakallahu fiik bismillaah alhamdulillah sanaa lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن وأسأل الله عز وجل أن يديمه علي وعليكم نعمة خدمة كتاب الله عز وجل الحمد لله قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول المجزري في كتابه طيبة النشر وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة والإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه قول عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجهه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه
الحمد لله أهدبان وفر الساناي مركز كدار العلوم الشيخين شرفت الوالد فضيلة الشيخ عبد الرحمن وردير جزاه الله خيرا علمك يدعو ودا واختي بدن قلي إلها كابر مريو قليسة قروح فانا وانا رنام أهدبان وفر الساناي ماتن كسوقي بكل مركز كدار العلوم ودادالك بدن كسوق ذا شريعة دي تحفيد كما ما شاء الله إلهي مراس مرة بركز الله كردقو علمي قد برنسا علم نافع إلى كردقو ميد بركة إذا وطن إلى كردقو علمي حورة برشو ربا برشادونا بركة ربطا بركة ما حالوه لا بار النمى الوه لا مركة الحمد لله نعمة صدمان كوهيسان قرآن كوهيسان وقرآن بركة يسان مصاحب الأشرافة صار مشرفا مصاحب الأنذال غير مشرف قرآن كالله صاحبتين قرآن كالله نولاتين وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا مركا قرآن كاس الله صاحبتان وصاحبك هو خير بدن وكهو ناكسن الملك هاجتكن الدنيا كاس الله صاحبته صاحب مال الدنيا لكن قرآنك سو مركز تبا ينفع ويرفع ويشفع ويكرم ويعظم لها قرآن كاس الله صاحبتين قرآنك وكتاب ولا نوسو دجيه وبركيسن ولا نوسو دجيه سان وفير سيدات كوفيريان آياتيس إيوه أنتوبان كوا عق يال روا مركا قرآن كاس الله نسيء وعلوه إن شاء الله قيميسة أنقرنو لنا ولانو لواك الله قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وحن نقصد دجين كتاب يا كجرته شرفتين ميدان قرين مرح شرفتين يا عزي إن كجرت كلام رب العالمين إلهي نعمة سنسيء نعمة القرآن وشرف لنا قرآنك إنك هكونو لسو نقمنا ولا إنك هكونو سو ونافتي من سجل أنت وحمنهم قرآنك سجل أنت إن دولايال بنا هاي وحمن مغلين نو دنس كميدا أن هاي قرآنك الله أنت الله والله هنا حي بنا هاي مركن نعمة داس قرآنك وإله نسيء إله أن ما أقوم هذا علنا نعمة داس قرآنك إن إله مركز سين ونا ولا ين وجدلو نعمة داسي ونعمة أهدوين نعمة القرآن ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة وين وين مركن الحمد لله أردنا قروح بدن القرآن كبرنس وحد وقت القرآن هو مشروع الحياة لجموعين هذا والله كره لجموعين هذا القرآن لجمعنا دم هذا والقول دم هذا وعنك الوقت بيليه وفصح والقطع لكن سو القرآن فصح ماله مدى الحياة أنت نولنا القرآن والله نولانينا كميلجار القرآن كمها القرآن هو أصل وعنك الله واسك فرع مرك أصل كاس مرك سو قعدت ميدك تانكو حينه القرآن ما أقبله بدح حين لو قفته ميدك ما بدح ما أقبله لكن القرآن ميدك هو قوانين وسكت تجا القرآن لكن مالك استوى قرآنك آخرين وسكت جاية قرآنك ما كتاب مال إسكت جانا يلا مركل رأسك صافي فرسان يوم قرآنك فيلا ولا نولا شو بهية قرآنك عدي لنا ولا مركل ساخر صم بهين كرتا قرآنك إلا حفدي وايد بيرتا لكن لا هي عدي بدن إلا هي قرآنك وايد بدن تا قرآنك حين جربا اهتمام بدن يعني دانين إنه أذوف فرسانه تكرار كام بدينه نجرب ما كرر قرر وحيل وعل عليها وصقنا هذا مركب حال نجربه تكرار فربما لا نجربه إن كل علينا استمرارية إن شوكتي إنه قرآنك وحاله وهي صبعي سلات الليل بل وهي صبعي سلات الليل هذا حج شوكتي سقرانك وشوقي لكن قرآنك وهدو وهسيو آخرين تاو هدي راتو مدمدوب كسوق لي مركب حين كل دردار ما يا قرآنك هسي حين كربا دذالي دعو كربا دذالي دعو والدينتنا كدعاء است معلمينتنا كدعاء است dadka kan wanaagsan ka duceysa quraanka duco raba marka jiijir iyo boodbood iyo xogsi wax lagu qaadi karo mahay ee dadaal iyo ducada insha Allah in xoojina daacadna u noqono quraankaas quraanka hadaan daacad u noqono inaga tagi mahay laakiin weelkeena duu xaaladaysan yahay quraankaas uu iska tagaya marka Ilaahay naxmada quraanku ina siiyay naxmadaas Ilaahan markasta ugu mahadcelino quraankaas wuxuu naga rabaa inaan la noolaano waqti badan aan siino xalqaadka ku dhex jirno مائدة القرآن كل بدن عن كفر دينه تحفيز بمعنى كنشرنا الحمد لله بالله ويد وير أذكتها رحلة مع القرآن ورحلة طويلة وحكى بالله من نسى خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحكوا لما نسى اقرأ وارتغ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ ويتحفظها مركا درجات كالشنظة وآيات كاس مركا وحالي نقرب آيات كاس أنهينو أنحفظ سنهي قلبي قلنا كنشرة dunubiya macaasaan ka ilaalino macaasaan ka ilaalino kibira ka ilaalino kasalaan ka ilaalino ya khizi wixii caabi aan ka ilaalino alxamdulillaah nicmadaas quraankan hayno waxa la naga raba
inaan waqti dheer siino waqti dheer waqti dheer buu naga rabaa quraanku hadaan waqti dheer siino quraankaasi wuu galayaa qofku intuu kasto quraanka waqti galiyo ayuu qiimihiisa helayaa hadaa quraanka waqtigiisa aad yareyso faa'iidiisa yaraanaysa marka quraanka waqtiga aan siino oo la noolaano isagoo laba jibaar uu fawaa'idna siinaya marka quraanka waa jawhara jawharadan waxaa la siinayaa qofkii qiimadiisa garta marka quraankaas aad haysaan culuumta kaloo dhan buu miftaax u yahay ninkii qur-aan ku fiican shareecadii iyo maadiga dhinac kasta uu ku fiican yahay yaa waa fududaanaysaa ninkii qur-aanka ku hooseeyana meel kasta way ku adagta qur-aankaas alxamdulilah ilaahay na siiyey waxaa laynaga rabaa insha allah inaan waqti dheer gelin aan la noolaano intaan nool nahay insha allah qur-aankaas inaan ka caajisin inaan ka caajisin maanta waxaan maraynaa taxfiid qaar qaarku taxfiid bay ku jiraan qur-aan markaa xifdigaysana waxaa laga ilaaliyaa baaqashee badnaasha laga ilaaliyaa maxaad ka ilaalinaysaan baaqashee badnaasha ka ilaaliya cashir badan ha ka bixina miqdaar yar ka baxa ku celceliya joogteeya dadaalkii ducada wada cashir yar miqdaar cashir yar cadba waa la yareystaa dhihin goormaan dhammeeyaa dhammayntu waa fudud tahay laakiin goormaan sugaa ka fikir sugitaanku waqti buu rabaa inaad shub inaad xifdiga shub noqdo inuu bulukeeti noqdo mika jecesha wax iska yaro meekaaba iska dhammaanaya markaaba yaa iyo inuu shub noqdo shubku muxuu rabaa waqti buu rabaa marka xifdigu inuu shub kuu noqdo waxay rabtaa inaad tartiib tartiib isku saarto intii hore soo muraajacaysa aada isku xidhaan aada muddo dheer la noolaato waxaa la xifdigaad maanta barataa inuu sagaashan jirin la gaadhaa la rabaa man qaraa alquraan mutaca bicaqli wain balag mia marka nicmadaas qur-aankaas marna isku dhex yaaci mayno nicmadaas ilaahay maskaxdii ilaa ugu raaxaynaya maskaxdeeda waxay noqonaysaa maskax ballaaran bay noqonaysaa meel kastana waxay noqonaysaa fahan deg deg baad helaysa adigoo ugu horeeya wax ku dhibi male yaa qofkii qur-aan ilaahay siiyey yaa wuxuu haystaa hodantinimo alqur-aan laa faqra maca walaa ghinan duuna marka nicmadaas qur-aanka aan haysano waxaa laynaga rabaa insha allah inaan waqti dheer siino oo la noolaano qur-aanka haddaan barano culuumtiisi kalean ku darno qur-aankaasi ka dhammaan mayno isagaa weynba isagaa weynba ka dhammaan mayno marka waxaan kula dardaarmayaa qur-aankaas aad barateen aada waqhti fiican siiseen wixii ku qaalisanaaba haddaad 20 sano 10 sano qur-aankaasi marna ka shallayn maysin marna dhihi maysin qur-aanka waqtiga ka dhacay laakiin waxa kawaa ka shallayn laakiin qur-aanka waqti kastoo siiso waxaad helaysaa iimaanka kuu siyaada khushuuca kuu siyaada barake iyo khayr baa kuusoo siyaaday sacaada ad helaysaa tumaaniin ad helaysaa falax baad helaysaa marka inkastoo markastoo qur-aanka waqti badan siiso soo laba jibaar oo khayr iyo tawfiiqi barakaad helaysaa marka qur-aankaasi alxamdulilah ilaahayna siiyey waxaa laynaga rabaa intaan qur-aanka ku jirno niyadda aan wanaajino waxaa laynaga rabaa ikhlaas baa laynaga rabaa haddaan rabno qur-aanku inu nagu dego ilaahay nagu arsaaq waxaa laynaga rabaa ikhlaas baa laynaga rabaa sabir baa laynaga rabaa tawaaduc baa laynaga rabaa markaasu insha allah qur-aanku ilahay nagu xasilaya sabirkii casiimada aan badino insha allah aan badino qofkii himma leh qimada uu gaadhayaa qofkii himmadiisu sarreyso go-aankiisu sarreeyo qur-aanka uu dhammayn doonaa insha allah si suganna uu dhammayn doonaa laakiin bilowga hore cid kasta iska le qur-aanka bilow hore uu fuduuda cid kasta ka gashaa laakiin waxaa ugu hadha ciddii daacada unbaa dhammaysa ciddii daacada baa qur-aanka dhammaysa oo sugta marka insha allah ilaahay qur-aanka inoo sugo ilaahay noo fudaydiyo qur-aanku wuxuu naga rabaa marka inaan xifdino uma tafbiit uma almuraajaca marka hore maxaan samaynaa waan xifdigeynaa maxaa ku xigta waan sugaynaa sug ku celceli ku celceli waxaa la rabaa xifdiga dhow in la fogeeyo memoriga fog la geeyo qofka laga memori uu leeyahay mid xaajaadkiisa yoomiga xagga hore ku qabtaa wuu ku celceliyaa maanta wuu ka baxay cashirkaas meel dhow uu joogaa ma fogaanin laakiin markuu haddana kusii celceliyo tikraarka badi tarkiiska badi ihtimaamka badi uu sii fogaanaya addaakira alcamiiqa qeybta dambey tegeysa marka waxaa laynaga rabaa insha allah inaan aada waqti badan siino xifdiga qur-aanka oon sugno aada u sugno aada ugu celcelino waxaan xifdina aan ku celcelino geedka haddii maalin kasta la waraabiyo yaa jiriddeeda soma sii adkaanayso soma sii fogaanayso marka maalin kasta haddaad qur-aanka aada akhrisaan aad ku celcelisaan way fogaanaysaa xifdigu laakiin marka suuraddii 3 cisho ama 4 cisho aadan arkayn madmadow baa soo gelaya shakigaa badanaya rujuuca badanaya markuu batana haddaad waxoogaa asbuuc ka maqnaatana waxaa laga inuu bogaaba ayaa suuraddaaba kuu gambiso mid cusub kugu noqoto marka markastoo akhriska u dhowdahay suuradda kaaga dhowdahay carabka way fudud tahay suuraddaa ma iloobeysa iyo bogaa ma iloobeysa
لكن مركز صوت وحقا كفقاته ومدك ديراته قرآن كوير أتكاني وفقاني بركا مركز صوت قرآن كينا وردقين أنحوجين وردقين جزء انتان كباحين انتان كصبعين انتان وردقين أما بادين ونولشين ووريدكين مركز صوت وردقين حوق بطن حفظين أود بو يلانا دو وردقين وحصينا حفظين وحسكان قاني بلوكيتي وسكان قانيا بركا إن شاء الله الحمد لله قرآن كاس إلهي نسيه نعمة إلهي نسيه وحالي نقرب إن شاء الله إنا وقت بضن إنا قلينو والله نولانو قرآن كاسي تجويد كيسا إلالينو بدان قرآن كحسود دقي سو مجودة قرح سم بسود دقي بلسان عربي مبين بكسود دقي وحالي نقرب تجويد كاسي إنا إلاشنو وقت بدا قلينو تجويد كو من أصغر العلوم الشرعية يا سهلا تنحرف بحرير للي يا وقفكي برت حرف ما شو كصوبحي إيقافك وصوبح كلجي يمرك ودري هاي بقفكي برت وصف عنو صحة وعود كرا قرآن كونه آخر الأمانتي من الج من طرف إلى طرف فسوق رحبة آخر يسوى صاصة هذا حاله هو من أخطر العلوم الشرعية ما دام الدون هو ربه حال العرب كله حال من هالقاب وآخر كرجل واحد وقف كصو كتب عادات كيس نطقها كلا جد لا لا جد كسا كي عرب حاله ولا جد كتبه كي دو كلكو آخرين وحاله من دو كيس جونيا كتبه كلام رب العالم ركو آخريه إنه ها قواعد علماء النوقرين نطق العرب في زمن النبوة يعني التزامنا أخو آخرين لا تيو حنا قربتها تطبيق وين قربتها تدريب وين قربتها ممارسة وين قربتها قدرة وحنا قربتها قطع علماء ذين مركز تجويد كاس الحمد لله عم براي نصام علمين تصف عن هو بريان أيو حلا وإن شاء الله إنا صفي علنا ولا نتجنوا لكين ما هيو إلا قب كلا دقاتيو قب كهدف كلا دقاتيو حلا رها قرو قلبي أنا دقاشي الربا قلبي أنا محد دقاشي نسا قرأ أخرز قروح صن وأحكامتي إلى علني وخشوع إتقان وتأي قلبي أنا دقاشني مركا من حرك القلب من حرك الفك والقلب فهو الفائز مركا وحالنا قرب إن شاء الله هنا كدة دالنا تجويد كاسان وقت بدنا قلنا لانه ولانه أخرين تصفي عن علوم هذا عنك قاضن كتاب القرآن وما كتاب ورقي أنت كتبت القصوقاته ليس كأخر صنية معالم بوبهنية أفك معانك نسيف على وقت الربع كلمات بضن وحلقة يابا وآخرين تهذا ومعانو بهم باشرتا مركا دمات وحال نقربا إن التجويد كاس نحوق السارنو ولانو ولانو حرف كيبا تجويديننا كلمة ديبا تجويديننا آيات ديبا تجويديننا حرف كما كان تجويدنا حال ربا مخرج كي صفات إناس كصحنو كلمة دي مركا تجويدنا أحكام تتركيبك إدغام كي إغلاب كي إخفينا إلى لنو آيات دي مركا تجويدنا حال ربا الوقف والابتداء مرسوم الخطية دينا إلى لنو مركا تركيب الكلام صدح حسن وقنصمة صدح يبا الله إن شاء الله كلمة ده سفع أنون جنيرينو سوق روح بضان وآخرينو عن قرآن كو حكا كوبين بغلافريتون كصورة دون صورة دو حكا كوبان تاي آيات آيات دين جمل كلمة حرف فأصغر وحدة بنائية في صرح القرآن محيوحي وحرف مركا علماء وقت بان بيقاليين حرفك إن اسكتو سيان ويصحان واكي ما مخلي سيبوها ذاق الحروف الفراهدي ذاق الحروف مرك حروف يعني ده نصنو مال قروح بنكسر صارنو إيه الكيد عن كذا ينو يا ويقرأ القرآن بتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي وهما مجزر لا طيب مرك حاله نجربا إن مركز طبعا إن شاء الله عن علماء داسي ألف كذا كقاضنو علمين تو ونأجينا سيف عن ونأجينا عن كذا ينو كوع العلنو لنا ولا عنو مع الأيام إن شاء الله وإسكف وضعنا السماني كلي عيارتو خطر كنا نقول ميس صوما لكن مركز لنا ولا تشيء مركز حريف بان نقول إسا مركز قرآن كمركز مدرك كل حجرتو وتلاوي كل حجرتو وقت دير عدى جيزتو لنا ولا عتو مركز دم واتكين إسا سقر حبان بعد آخر دون تا يا مركز هرة حبنو مركز مادة بعيان يا وحنا جربتا إن قب كان ما شاء الله قب كان تجويد كا مركز التطبيق وقب كان أكو آخرينه مركز كان محور ربا إن سفي عن ولنا ولا عنه ندوه حين جس عيدا عرقا لو حين جس عيدا ما قال كه لكن لن تبلغ يا مرك دا ما جاريا بوس كه قهوش وقوان قب كان محو قوان ما جاريا قب كان محو ربا إن حروفته وكل الرجوع ربا مرك هالك حرف كل كل ورا واقع وفوض هاي مرك دور كل مسكوت ما دو حقا تجانس وحباء إيمانه وعولس بقدريم يا لكن مرك صار رياضة مستمرة على نجار ربا حبيك الصوجير كه جميع سيادة نوبادينه أود بيلا نسا هذه جميع السيادة الله بادي محل سمين وفأود بيال هذه جميع السيادة غير رأينا يا سيء ما نقوان سأود ما يالناس مركو حالي نغربا تجويد كاس إن شاء الله نحوق السارنو ولانو ولانو أخرين تاهم بادينو أكوع العلينو قفك الصباح الله إن شاء الله
هاوشان تو كجيبان كجيران صبر كي سوغناشا هباديو صبر كي سوغناشا هيا ميلو غارا ديان صبر لهين هاوش مركابا مما كينيسي لكن هذا الصبر كابو بدن يا الحمد لله وحفي عن بعض هيا القادة نيسا فوايد بمبادة هليسا مركا صبر كي سوغناشا هم بطسنو علميغان جملة لو ما قاتي تفاريق بارو قاتا مركا تفاريق لاس نبي صلى الله عليه وسلم صدح لاتن سنو يو قران كا كربين لوسيني يا قال لك فلو نزل عليه جمله واحده كذلك نثبت به ورتلناه ترتيلا مركه جمله مجه تفريق بها وحلوسي مركه علينا رب ان شاء الله قران كاسي ان مدهر لا نولانو ووقت في عنسينو ولا نولانو عايد عايد بانو برنا كلمات بانو برنا علومتي كلام برنا مركه ان شاء الله حفظك اساسك يا حفظك اساسك حفظك ان شاء الله ان سغنو الله نولانو حلقات القرآن مرنا أكف أكما قنالين أكسر ضاين عشر كاج ما شاء الله سيف عن وقبح سيد هرو سعود سيد هرو سعود مرك حفظنا إن شاء الله نحوجينه أردنا صوي حفظي سايم مكان كده حجر حفظنا وحن كلا دردار ميا حفظنا إما كوضة ها وحن كلا دردار ميا تكرار كهبادي هكوع العليان هكوع العليان أنت هرو قرآنكم أنت هرو يردب بدين حاجة دم وفودية أنت هرو دبده لكن حاجة دم ممتع وفوددي هاي لكن حقه هره ها وير عدك تهون كجس شين تهون كجس حقه عليه سبعة شرة وحي قدم بقول سك فوددي هاي لكن أنت ورم حلقة ربع توكتي إن شاء الله كم قناة حلقة تكرار كبادي استمرارية ده الله يمو رياضة اللسان الله يمو غاية الضبط والإتقان بعد إن شاء الله قادر زا تكرار كام بادين وعلوك اللي تجي وأما تات كقف كصوها هي تكرار كوعل علينت قف كصمر القرآن كوعل عليو وفضانة يا فاتح هذا معه فضات يا كل عيلتان كفر بنصومة مركا إن شاء الله تكرار كاس هذا مو بادينه أن كفى هذه السنة فرصة لها ما أنت وحنا السنة فرصة مركز وحنا السنة قروح بدن قاب ديارسن معلمين ديسن منهج سكود إلترن ما إن شاء الله يا وسكوت هوسن تاوشو إلهي أفلح يا ذاب إله النصيب مركا ما شاء الله بركة سن وحرر إن شاء الله قف كاس طبعا إنه صفي عن وقاطو علمك وقف هذهستو معلمين تاس صفي عن وقف هذهست آداب تيلاليو أدابته ومهم وقالي أداب مع القرآن أداب مع الله أداب مع المدرس مع الزملاء لما أنت والنغر من أدابته وإلى لنه سي علمي قانون وغي علمي بركيسا لما أنت نحن سورة الدار من إن شاء الله هوشن هوشن وحير نغر بتاعنا لنه ولا عنه واختي بدق لنه أن إن شاء الله أنجوكتينه خير كنا أنجوكتينه وإن شاء الله أدن وفرسان كلمة بهذا المصود يارسانين إلى مركز كأركا وغروح يسن بأركبي وأنا أركي ما شاء الله إلهي مركز كان مركز قبول يا إتقام يا إخلاص لو إله كردكم إلهي بان أبري إن شاء الله علماء قروح بضان أي مركز كاسو بضان إن أرداء إن شاء الله يوهنا كاسي مدونة كسي الله سوى صارو إلهي بان أبرينا دمانتين بنعمة داس قرآن كا إن إلهي نوزي هاديو نقولنا ولايو كل حشيرنو مركز طون حالت كستوى يساق عن قرآن كا نقعان تميذكو هاينو آد باد ما سنتين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك وعمرك وأهلك بارك الله فيك في جميع أحوالك. رنتي كلمات هذه هذا قيمة بضان وقلوب تدقاتي رنتي الله سبحانه وتعالى وشيخ عرب كيسا نوسو مريي ويان كلمات كارنتي حي مذنيهين إن قلبك الوقر
وقوسها لقوق حجيو وحمنها لقاشا قيو وحياتها دينا وحبادان اي كبدشو يا نبا هانا هاي شيخو وانا وعذيي وانا حسوسيي دروسنا وانا اخريي كلمة دي ساس كوبان انت بويكا كوبنيت وعدي توجيه نصيحة يوانو خبرت ونو كردي اي قرآن كيو سيو راكسن هدي نغطي إلا حفظيو اي هدي نغطي حفظي قاس إلا حجيو اي هدي نغطي إلا إتقانيو اي على قد قرآن كالالي هاي او سيو راكسن لولا دغمو اي تطبيقي عملي هاي عبادة دي اللو تلقلي اي ان كرامدي سي بركدي سي شرفتي سلا وضحلو وقتي هادي هاد كلمة وقيم بضان ويانو حان رجينا يا كلمة داس أنا إنه هاد كلمة محفوظة وأنكو عمل فالله وأنكو كفاية ديس أنه مصيرة دينا إيا وحبرشة دينا با هادي هاد بان الشيخ جزاه الله خيرا أنا غفر حسن هاي زيارة دي ساس ونزو زيارتي ميل فقبو نوغي يميت وغير هذا عاصمة دا سومالية مقدشة يو شيخو فليها وهو سلقوها نحط قيمة بضان ونفحات يو علمي بضان لغا قاتي ayuu sheekhu joogaa maxaad u tartii la yiraahdo dad badan buu ilaahay ku anfacay sooni yaro dhalinyaro ah ayaa hadana dad badan ay ka aflaxeen ayna soo maray idinka sheekh ali jiray durus ayaa kulli aragteen raggaas ragga badanba ardadiisi weeyaan oo wax sheekhaas soo baray marka maantana raggan hadda la socday quraada ah aad arkaysaan ayagu laftirkooda waa sidoo kale raggii محوها شيخة كفايدة استي أنقنا فايدة دي سي وين سوء قادي أرداد دي سنة فايدة دي وين سوء قارسيين فايدة دي سوء قارسيين أنا رجينا يا مركز كونا إنو وحبضان وكفايدة دون بإذن الله تعالى علمي قادي سنو قاري قيمة بضان الله إنا حفظيو شيخة إيو ددك الله سعودة دعاة دا يقرادة إلهي أنو إلاليو وإن دي أمدة وهو رثض يدحلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهلك إلهي خاصة إلهي سبحانه وتعالى هذه أدبر غفر حسن هاي كسر هذا مركز دار العلوم مرة لبعض مرسد هذه مرة فراد با رد يرق قيمة بضان ودعاء ده قراءة وما هذا قارس يطعي قرة عين إنها يكون نرسطة يا ماشا نوفرية كما ذي الشيخ عبد الرحمن وكما ذي الشيخ ماهد الشيخ ماهد كالو أسقنا مركز كما الشيخ محمد عبد القادر الشيخ عبد الله الغاري وشيخ عبد الفتاح انقاص كرور وشيخ ذا كلا مركز كه وكمديها الشيخ عبد الوهاب قرد وصيغنا قسمه الدراسات القرآنية الرئيس هو الشيخ محمد عبدي الشيخ عبد الله وغيره من العلماء والدعاة وطلبة العلم والبنين والبنات والأمهات والأولياء كلهم حاليها مرحبا وأهلا وسهلا وبارك الله في سعيكم وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل هذا.